Write C++ program to read a of n by n of numbers, then find the minimum number in the array. إذا برنامج يطلب من عندي أول شيء إنه أقرأ read a of n by n، يعني مصفوفة مربعة ثنائية الأبعاد. يريد من عندي قراءة، ما دام قراءة إذا لازم نسوي cn، بما إنه مصفوفة هي ثنائية البعد لازم أحتاج two loops حتى أسوي عملية القراءة. مو منطيني حجم، فراح افترض انه هذه المصفوفة بالتعريف من اجي اعرفها بالمين فانكشن ماتي، اقول هذه الـ A هي مثلا 2 × 2، يعني بها 4 عناصر. وبما انه يطلب مني قراءة، اذا راح احتاج هنا راح اعرف الـ I والـ J اللي راح تكون هي العدادات مال هذه المصفوفة، فابدي لوب for I تساوي 0، I اصغر من 2، I بلس بلس عداد الاسطر وعداد الأعمدة، j تساوي 0، j أصغر من 2، و j بلس بلس. وهنا أنا مجرد راح نقول cn لل a ij. إذن هذه عملية القراءة انتهت، قرينا هذه المصفوفة باستخدام هذه التو لوبس. زين، طبعا of numbers يعني مصفوفة أعداد وإحنا عرفناها integer. Then find the minimum number in the array. إذا بعد قراءة هذه المصفوفة مثلا راح نقرأ هذه المصفوفة ونخلي بها مجموعة أرقام، خلينا نقول مثلا -1، 5، -2 ومثلا 10، أي مجموعة من الأرقام راح ندخلها أثناء التنفيذ. يريد من عندنا نوجد أصغر عنصر بالمصفوفة، فإحنا ما نعرف منه أصغر عنصر بالمصفوفة بالبداية، فالمفروض نمشي على المصفوفة عنصر عنصر وأقارنها فد قيمة معينة مثلا اللي هي المينيمم. وهذه المقارنة إذا هذا العنصر مثلا راح افترضه هو المينيمم، فبالبداية راح أعرف انتجر اللي هو المن، خلينا نسميه راح هذا المن أنطيه قيمة ابتدائية اللي هي من راح تكون أول عنصر المصفوفة، بغض النظر عن هذا هو كان هو أصغر شيء أو أكبر شيء أو أي شيء. فأقول هذا المن اللي عرفته أنا انتجر راح نضيف قيمة ابتدائية اللي هي عفوا 0 0، اي للصفر صفر. فاي للصفر صفر هسه المنجيت الفاليو مالته -1، فرفته انه هو اصغر شيء. وراها راح اسوي لوبس، راح افتر على العناصر اللي موجودة عندي بالاري، وراح اسوي مثلا هنا أنا اقدر ابدي من الصفر، اي اصغر من 2 واي بلس بلس، وهذه اللوب الثانية. الفكرة انه راح امشي على كل العناصر واختبرها هل هي اصغر من هذا المن اللي هو -1. ليش انا انطيت قيمة ابتدائية؟ لان لو ما انطي قيمة ابتدائية ورأسا اجي اقارن بالمن، المن راح ياخذ قيمة عشوائية من الذاكرة وما راح البرنامج احتمال يعطيني نتائج خطأ، فلازم انطي فد فاليو معلومة اللي هي مثلا هسه والمن -1 واقارن بيها. اذا لقيت اي فاليو بالمصفوفة اصغر من -1، المن راح ياخذ هذه الفاليو اللي هي راح تكون اصغر. مثلا اذا اجى هنا -1 راح يجي من 0 0 ورا ما ياخذ -1، فايش راح اقول؟ راح اقول هنا اف اي للاي جي اللي هو راح امشي على المصفوفة اني اصغر من المن اذا كان اصغر منه، فالمن الجديد راح اغير الفاليو مالته هو راح ياخذ قيمة الاي للاي جي اللي هو اصغر منه صار. فهذه الفورين يعني راح تفتر، راح تاخذ اول عنصر لان بادي يعني من 0 0 راح تاخذ -1، -1 راح تقارنه ويا -1، هل هو اصغر؟ لا مو اصغر، هو مساوي له، فاذا راح يعبره. يجي على الخمسة، الخمسة اصغر من -1؟ لا يعبره. يجي على -2، -2 اصغر من -1؟ ترو، -2 اصغر. اذا غير لي قيمة المن اللي هي -1، خلي لي بيها منه -2، فهسه المن ايش قد صار؟ صار قيمته -2، ويكمل المصفوفة. يجي للعشرة، العشرة أصغر من المن اللي هو -2؟ لا. فبالنتيجة من أجي هنا أنا بعد الفورين أطبع المن، راح أني أكون محصل على أصغر عنصر موجود عندي بالمصفوفة، حتى لو كانت المصفوفة 3 × 3، 4 × 4، نفس الآلية ونفس الخطوات البرمجية راح نتبعها. فمن نجي إلى العملي راح هنا أنا أجي اقول انتجر اي مثلا 2 × 2، وراح اعرف الاي والجي والمن
المتغيرات اللي احتاجها. اول شيء قال لي اقرا المصفوفه، راح نقرا المصفوفه. 4 i يساوي 0، i اصغر من 2، i بلس بلس، والفور الثانيه 4. j يساوي 0، j اصغر من 2، j بلس بلس. مجرد عمليه قراءه cn cn a لل i j. إذن هنا قرينا المصفوفة. بعدها نريد نسوي بروسس. قبل البروسس لازم أنطي فد فاليو للمن. الفاليو أنطيها للمن ورا ما أقرأ المصفوفة. راح أنطيها أول عنصر اللي هو 0 0 كقيمة افتراضية. بعدها راح أدخل أيضا فورين حتى أختبر المصفوفة ضمن شرط. راح أقول إذا كان أي لل I J اللي راح أختبره أصغر من المن، راح ابدل المن، اخليه ياخذ الاي للاي جي اللي هو اصغر منه، لان انا دا ادور على المينيمم، اذا يريد مني الماكسيمم مجرد هذه تنقلب تصير اكبر. زين. اذا هذه الاف ستيتمنت راح تتنفذ كم مره؟ 4 مرات حسب هذه الفورين، لان المصفوفه بها 4 عناصر، لو كانت المصفوفه 3 في 3 هاي الفورين راح تتنفذ عندي 9 مرات، وبالتالي راح هذا المن يكون مخزون ب اصغر قيمة موجودة بالمصفوفة. فمن اطلع عني من الفورات اقدر راسا مجرد طباعة the minimum number is، وهنا أنا اطبع مجرد المتغير المن اللي عرفته اني وهذا المصفوفة. فمن انفذ اول شيء راح يطلب مني شنو؟ طبعا هنا عندنا خطأ اللي هو شنو؟ اللي هو هذا output operator. زين، من انفذ راح يطلب مني هسه سين اشتغلت 4 عناصر، خلينا نفرض -1 و2 مثلا و-2 و5. هسه المفروض -2 هو المينيمم، لاحظ انه ذا مينيمم نمبر از -2. اذا مثلا انطيتها بالبدايه انطيت اصغر مثلا -1، هسه -1 الاصغر -1، خلينا نعطي اخر عنصر يكون اصغر شيء مثلا 0، راح يقول لي 0 هو اصغر شيء. اذا مهما كان ترتيب العناصر راح افتر عليهم 1 1 واسوي تبديل بقيمة المينيمم، من القى عنصر اصغر من المينيمم اخلي المينيمم ياخذ هذه القيمة. وهاي طريقة الحل اذا كان المينيمم، وبالنسبة للماكسيمم نفس الحل بالضبط، بس اللي يفرق عندنا انه بدال الاصغر راح يصير اكبر، من يلقى اكبر يبدل، وبالتالي راح هذا المتغير راح نبدل اسمه نسميه ماكس مثلا، يحتوي على اكبر عنصر بالمصفوفة.